وللمزيد حول ظاهرة انتشار الاتجار بالأعضاء وأسبابها وتداعياتها ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. يونامي تحدد وتعلن بأن هناك وفقا للإحصائيات عفوا الرسمية لمديرية مكافحة الاتجار بالأعضاء هذه المرة أنه تم اعتقال 1866 متهم بالاتجار بالبشر خلال عام 2023 فقط. بماذا يمكن تفسير وجود هذا العدد الكبير بحسب المنظمات الحقوقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السبب واضح، السبب واضح لأن في العراق هناك عصابات متنوعة كثيرة، وهناك عصابات تغطيها مغطاة من قبل القانون بين هلالين، وهناك عصابات لها علاقات وثيقة بمراكز قوة في داخل الدولة العراقية، في سواء كانت الحكومة أو بعض المؤسسات العسكرية والميليشيات. نحن نتكلم عن بلد فاسد، يعني بكل معنى الكلمة للفساد، ونتكلم عن بلد فيه السلاح ومنفلت، وهذا الفلتان في السلاح أدى إلى نشوء عصابات تتكاثر يوما بعد يوم، وهذه العصابات لها مهام ولها أجندات متنوعة، ومن بين هذه العصابات هناك عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، والأمر يصبح سهلا بالنسبة لهذه العصابات المتنفذة في داخل الدولة كما ذكرنا، لأنها محمية قانونيا أو أنها تعرف مسبقا أنها لن ينالها العقاب في حال أنه كشف أمرها. فلذلك يعني هذه الإحصائية المخيفة حول نحو 2000 عملية تجار بالمخدرات، هذا فقط ما تم الكشف عنه. طبعا هناك أضعاف هذا العدد من العمليات التجارة التي لم يتم الكشف عنها. هذه مصيبة كبيرة طبعا، واحدة من مصائب العراق الكبيرة. نعم. هل تعتقد أنه بعد سعي البرلمان لتشريع قانون إنشاء بنك للأعضاء يمكن، والأنسجة الإنسانية أو البشرية، يمكن أن يحد من عمليات الاتجار بالبشر؟ يمكن أن يكون العكس بالحقيقة، يمكن أن يكون هذا القانون سيشكل ربما غطاء لعملية التجار بالمرسمنة، عملية التجار بالأعضاء البشرية مرسمنة. هي ماذا يحتاج رجل العصابة؟ يحتاج إلى أن المتبرع بين هلالين الذي يقطع الابتزازي، يعني هي العصابة يمكن أن تأتي بأشخاص تبتزهم العصابة ويأتوا يملؤون استمارة بأنه هو يتبرع بأعضائه بكليته أو بجزء آخر من عينه أو الآخرين. فهذه عملية ملء الاستمارة تتم تحت ضغط الابتزاز وتحت ضغط السلاح، وابتزازه ليس فقط هو كشخص وإنما ابتزاز عائلته. يعني نحن أمام واقع بالعراق بالحقيقة، يعني واقع ميليشياوي، واقع مافيات يعني في العراق، وهذه المشكلة أن القانون ضعيف تجاه هذه، أو أنها قوية بالحقيقة. نعم. نستطيع أن نقول أنها فوق القانون، يعني نستطيع أن نتذكر هناك مشكلة أيضا أن الميليشيات، نعود إلى الكلام على الميليشيات، مضطرون لذكر هذه المسألة. يعني نتذكر قبل نحو عام يعني في حزيران من العام الماضي تم اغتيال احد اشهر الاطباء، يعني اطباء الجراحه القلبيه، وهو احمد طلال المدفعي في بعقوبه، يعني بعد خروجه من عيادته. لماذا تم اغتياله؟ تم اغتياله لانه رفض العمل في احدى المجمعات الطبيه التي تديرها ميليشيا معروفه، يعني حاولت ابتزازه هذه الميليشيا وهو رفض. لماذا رفض؟ لأنه هذا المجمع يدير عملية الاتجار بالأعضاء. نعم. البشرية. فهذه العملية، إذن هي هذه العملية موجودة بالحقيقة ومغطاة قانونيا باعتبار أنها الميليشيا هي جزء من الحشد الشعبي، ولا تمتلك مجمعات طبية معروفة، يعني أمام يعني ترى بالعين المجردة ما هي عملية، ما هي سرية، مجمعات لها اسمها ولها عنوانها
وتدير عمليات جراحية وزراعة أعضاء وتجارب الأعضاء إلى آخره. فنحن أمام هذا، أمام هذا الواقع، لا يمكن هذا القانون يمكن أن يشكل بالحقيقة غطاء تغطية لعمليات من هذا النوع. نعم، هناك نقطتان مهمتان يعني يبدو أنهما جزء من تسويغ إنشاء هذا البنك، بنك الأعضاء والأنسجة البشرية. الأول أنه لجنة الصحة النيابية اتخذت من إيران مثالا بشأن وجود أعداد كبيرة من المتبرعين بالأعضاء البشرية، وبالتالي يمكن تطبيق الأمر في العراق. والثاني أنه قبل أيام وافق وزير الصحة على مقترح يمنح المتبرع بكليته تأمينا صحيا مدى الحياة. ما رأيك في مثل هذه المسوغات التي يعني تدفع باتجاه إقرار هذا القانون؟ هذه المسوغات بالحقيقة هي هذه المسوغات ضبابية، يعني محاولة لتسويغ العملية، لتسويغ القانون في إيران وفي غير إيران. عملية التبرع بالحقيقة هي اسمها عملية تبرع، لكن المتبرع يعني من تحت الطاولة ياخذ يبيع. يعني أكثر المتبرعين بالحقيقة إما أنهم بحاجة إلى المال، لذلك يبيعوا عضوا من أعضائهم، أو أنهم خاضعون لابتزاز معين من قبل قوة معينة، عصابة معينة، سميها ما شئت. إما أنهم خضعوا للابتزاز هم أو عوائلهم أو ذويهم، وبالتالي اضطروا لعملية بيع الأعضاء أو منح الأعضاء للتخلص من هذا الضغط الذي يتعرضون له. هذا موجود في إيران وهذا موجود في العراق. بالعراق موجود أسوأ، على نحو أسوأ مما هو عليه الأمر في إيران. لذلك عملية منح ضمان صحي للمتبرع أو ما شابه، هذه عملية بالحقيقة، هذه عملية تشجيعية، عملية من أجل دعم عملية اصدار القانون والتصديق على القانون من قبل البرلمان. ولو بحثت عن الوزراء أو عن المسؤولين الذين أدلوا بهذا التصريح أو منحوا هذه الضمانات، تجدهم أنهم بالحقيقة متواطئون مع المجموعات التي أشرنا إليها والتي هي جزء من عملية الاتجار بالأعضاء. نعم، أخيرا، إلى أي مدى أستاذ لبيد يمكن ربط نفوذ تزايد نفوذ الميليشيات والانفلات الأمني في العراق بهذه الظاهرة، تزايدها وانتشارها بالشكل الملحوظ؟ نعم، أنا أجد أن هناك تناغما بين هذه وتلك. يعني العملية بالحقيقة إذا كانت العصابات والمجموعات المنفلتة والتي تحمل السلاح بوضح النهار، إذا كانت هذه تدير عملية الاتجار بالأعضاء في الظلام، فأصبح بإمكانها أن تدير هذه العملية في وضح النهار أيضا، لأنها مغطاة بقانون كما ذكرنا. وكل ما تحتاجه هذه العصابات هي أنه المتبرع بين هلالين يملأ استمارة ويقدمها، ثم تتم العملية الجراحية في المجمعات الطبية التي تديرها هذه المجموعات أو هذه الميليشيات. وكل ميليشيا عندها عدد كبير من المجمعات هذه، يعني أشرنا إلى واحدة منها في مدينة بعقوبة. فكل شيء متوفر من أجل إنجاز العملية. ما القانون هذا يوفر لها بالحقيقة أريحية من أجل إنجاز العملية بشكل رسمي بين هلالين. أشكرك جزيلا أستاذ لبيد الصميدعي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي عضو التحالف الوطني المعارض.